قويه جدا. خلاص احنا شفنا السنه اللي فاتت الفرقه كانت كلها على مستوى كويس جدا، مستوى عالي جدا، المنافسه كانت قويه من اول الموسم لغايه اخر الموسم، سواء في الفرق اللي هتنزل وفي الفرق اللي على طول اللي بتنافس على الدوري. يعني احنا دي حاجه كويسه جدا، يعني احنا كنا بنشوف الدوري الانجليزي يعني بيبقى على طول بنتفرج على الدوري الانجليزي والفرق بتنافس لغايه اخر ماتش في الدوري، ودي حاجه كويسه شفناها السنه اللي فاتت كناش عارفين ناخد الدوري. عشان كده دي بيدل على الصفقات بصفقات كويسه بالنسبه للانديه كلها، ومدربين دلوقتي بقى مدربين على مستوى عالي جدا، واتمنى ان شاء الله باذن الله يبقى يعني الدوري السنه دي اللي جاي ان شاء الله يبقى قوي اقوى من اللي فات، بس يبقى ايه الجمهور هو اللي ايه يزود الدوري ده ان شاء الله باذن الله. طب مين الفريق السنه اللي فاتت احنا كنا انا من الفرق اللي كنت بحبها جدا؟ وادي دجله كان مميزه جدا، كان لعيبه فرقه يعني بتحب تتفرج عليها، صاف اداءها في التكتيك بتاعها في الفنيات بتاعتهم في طريقه لعبهم في اللعب بتاعهم، كان حقيقي يعني كل الفرق يعني فرقه مميزه جدا. هنشوف السنه دي في فرق كل الفرق دعمت بشكل كبير قوي، خلاص بقى دلوقتي الكوره بقت ايه زي استثمار كبير جدا بالنسبه لاوروبا. اوروبا خلاص بتبص علينا، يعني اوروبا بقى خلاص بتبص عايزين نطلع زي صلاح ويبقى اكتر منه. يعني تحرك شايف ان النتيجه تبقى متوقعه قبل الماتش ولا تبقى صعبه شويه؟ احس ان الفرق دلوقتي بقى كل واحد عنده الرغبه في التهديف والمكسب. لا ما احنا دلوقتي كنا زمان نقول ايه الاهلي والزمالك، لما اي فرقه بتلعب بتلعب الاهلي والاهلي بيلعب والزمالك بيلعب فرق خلاص بتبقى الماتش محسوب، احنا بنعرف ده الزمالك هيكسب او الاهلي هيكسب. دلوقتي خلاص الموضوع ده ايه الاهلي بيبقى قلقان والزمالك بيبقى ايه قلقان، اي فرق دلوقتي يعني ماتش الاهلي احنا اول ماتش بالدوري احنا شوف الاهلي لعب سموحه باين ماتش ده ماتش جامد جدا في اسكندريه، ماتش جامد يعني ماتش ليه حسابات كتير قوي، ماتش مهم كاس مين اللي يعني كان زمان بالاول ايه بنقول كده خلاص الاهلي هيفوز. وبعدين حاجه ثانيه جميله برضو ان احنا كنا بنشوف ايه الاهلي والزمالك بيلعبوا في نهايه الدور الاولاني وفي نهايه الدور الثاني عشان خلاص الامور محسومه، دلوقتي لا في نص الدوري الاسبوع الرابع بقى الاهلي والزمالك، ودي حاجه كويسه ده بيدل ان خلاص الفرق كلها قويه جدا مستوى قوي جدا، وده بيعود طبعا المجلس اللي موجود معين دلوقتي يعني حاجه كويسه جدا عشان يعملوا حاجه كويسه عايزين يطوروا الكوره في مصر، ودي حاجه ربنا وفقهم يعني. حضرتك شايف الاستثمار في الدوري ازاي؟ كبير جدا الاستثمار، احنا شفنا دلوقتي بقى الاستثمار خلاص موضوع كتير قوي، وشفنا النادي بيراميدز والانديه خلاص يعني الموضوع كده، والنادي الاهلي جاب صفقات كبيره قوي سواء مدربين كبير يعني على المستقبل يعني برضه خلاص الاستثمار دخل في بشكل كبير قوي في الكوره، واحنا خلاص يعني كل دلوقتي الانديه بتبص على اللعيبه المصريه دي انه خلاص سلعه كويسه قوي فيها مميزات كتير قوي، واللعيب المصري لعيب موهوب ممكن يلعب في احسن انديه في اوروبا مفيش مشكله خالص، وشفنا اهو صلاح اهو. طب مين الاقرب للسوبر المصري؟ الاهلي ولا الزمالك؟ ما لا او مين الاجهز؟ الاثنين جاهزين، الاثنين مميزين، ده دعم وده دعم بشكل كبير قوي، واحنا شفنا الزمالك الماتش الاخير ماتش الكاس عمل بشكل كبير قوي وعمل اداء مميز جدا ومعاه لعيبه مميزه جدا صفقات جامده جدا معاه مدرب كويس جدا والروح عاليه بتاعته جدا. النادي الاهلي نفس العمليه، ماتش اول مدير فني جديد اول بطوله ليه مدير رسميه عايز يعمل حاجه كبيره عايز يعمل حاجه مميزه عشان يفرح جماهير النادي الاهلي واللعيبه الموجوده لعيبه مميزه جدا، يعني ماتش هيبقى قوي جدا، ماتش هيبقى ديربي بجد ديربي، زمان كنا بنستنى ماتش الاهلي والزمالك عشان نشوف بقى الماتش ده، دلوقتي خلاص رجعت بقى الاهلي والزمالك ده ماتش ديربي بجد ماتش كده. طب انت شايف برضك حضرتك القياده الفنيه للمنتخب افضل اجنبي ولا مصري؟ لا مش حدد مين يعني انت شايف مين الانسب اللي هو مثلا يدير في المرحله دي؟ مصر محتاجه مدرب اجنبي ولا مدرب؟ لا ما احنا خلاص هو الرئيس قال مدرب مصري وكده. لا مش حدد يعني دلوقتي حدد المدير الفني اجنبي او المدير المصري، حدد دلوقتي ايه؟ حدد احنا دلوقتي في مرحله صعبه جدا، المدرب المصري لازم احنا دلوقتي زي ايه احنا ايه كلنا بشكل مش كويس جدا في البطوله الافريقيه، عايزين المدرب المصري بيحاول يلم الايه القصه كلها، بيحاول ايه يبقى في اسره في حب على الاقل يرجع الايه المنتخب يرجع ايه في الحب مع بعض عارف اللعيبه اكتر من مصر. لا اسره بص انا لعبت منتخب مصر، منتخب مصر ايه المدرب المصري احنا دلوقتي احنا خلاص كنا فين في مشكله حصلت وبتاع الحاجات دي كلها عايزين نرجع الثقه تاني، الثقه للعيبه بتاعتنا ازاي؟ لا يبقى ايه حته الكلام الكتير مع اللعيبه بتاعتنا مين اللي يعمل كده؟ حضرتك شايف ان المدرب اللي جاي هيبقى شغله جوه الملعب وبره الملعب؟ كتير نفسيا بتاع كده روح المعنويه ده كتير قوي عشان المدرب المصري مهم جدا عشان كده نرجع تاني بشكل كبير جدا. اكشف مين الانسب؟ كلهم مميزين كلهم كويسين، ما انا بقول لك يعني اي حد يمسك ربنا معاه ربنا وفقه ان شاء الله باذن الله. طب مين الاقرب بقى؟
يعني انت تتوقع كده يعني يقول لنا كده؟ لا كلهم كلهم مميزين، كلهم كويسين. ما تعرفش مين اقرب مثلا او ما اعرفش والله، والله ما اعرف بتاع الحاجات دي كلها، بس ايه كلهم مميزين كلهم كويسين، كلهم اولاد مصر اكيد، كلهم مدربين مصر، كلهم بيلعبوا في مصر، يعني ربنا وفقهم. بص انا بقول لك يعني ربنا رايد لواحد يمسك المشوار ده منتخب مصر هو اللي ايه ربنا وفقه ان شاء الله باذن الله. عشان كده مرحله صعبه جدا، مرحله صعبه جدا منتخب مصر دلوقتي في الفتره اللي فاتت دي، يبقى فيه ناس مستنيه منتخب مصر يرجع بشكل